يكاد الليل أن يخيم بالقرب من غابات جنوب أفريقيا. يلاحق مخرج الأفلام هذا فهداً منذ أكثر من سنة. فهد هو من الحيوانات الأكثر مراوغة وخطورة، ويريد أن يروي لنا قصته ويسجل تفاصيل حياته في الأدغال. لكن في هذه الأدغال، لا سيما عندما يخيم الظلام، لا يعرف المرء ما الذي ينتظره. يريد كيم وولتر الليلة أن يصور القاتل الفهد وهو يقتل فريسته، لكن الفهد الذي يلاحقه وولتر ليس الحيوان المفترس الوحيد في الجوار. وعندما تبدأ الحركة، يذهب الفهد إلى حيث تقوده الأحداث. ديل، أرى هنا ثلاثة أسود. والليلة موضوعنا هو الأسود لا الفهود، لكننا لن نصور في ظلمة الليل. تبقى دقائق ثمينة قليلة قبل بدء النهار المنير. دايل هانكوك شريك كيم هو في طريقه إلى هنا، لكن هل سيفوت الفرصة قبل وصوله؟ الثور يقاتل بشراسة. أحتاج إلى الأضواء بسرعة قبل أن تقضي الأسود على الفريسة. لكنها مسألة وقت ليس إلا. لاحظت الأسود وجوده، لكنها تابعت مهمتها العنيفة. ولهذا السبب تحديدا يقصد كيم ودايل البرية، ولهذا السبب أيضا لن يكفا عما يفعلانه أبدا. أريد أن يرى الناس ويسمعوا كيف تكون الحياة في الأدغال. هذه هي الطبيعة بواقعها الخام. نازع الثور 35 دقيقة قبل أن ينفق. هذا ما نسعى إليه، ننتظر لحظات كهذه. هذا الأسد مخيف جدا. كانت ليلة حافلة بالنسبة إلى جميع الأطراف. أما عائلة وولتر فتعد المخيم في محمية مالا مالا في جنوب أفريقيا منزلا لها. إنها الساعة 9 صباحا، وها هما ابنتا كيم ليندي وبيني تبدأان نهارهما. سترين الآن سويني أليس كذلك؟ سترين سويني.
سويني بانسايد هي صديقة ليندي المقربة. أما أنات زوجة كيم فتقبلت بدورها حياة المخيم. سترين سويني إذن؟ هيا 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 هيا. بعد الغداء اعتادت العائلة يوميا السباحة، مع أن النهر يعد مكانا شعبيا بين الفهود والأسود والتماسيح. في هذه السن اليافعة أريد للفتاتين أن تختبرا حرية الغاب وتكتشفا نواحي الحياة المختلفة هنا. كان هاري وولتر جد كيم من المحافظين الرواد في جنوب أفريقيا، ويروي في مذكراته عن حياته وعمله كحارس غابات في متنزه كروجر الوطني. وفي ذلك المتنزه منذ قرابة 100 عام واجهه التحدي المطلق. في أحد الأيام حين كان يقوم بدورية، وقع في فخ نصبته مجموعة من الأسود. جره أحد الأسود بعيدا فسحب سكينه وطعنه في قلبه وعنقه، وأصبح هروب هاري بمثابة أسطورة. واستمر هاري في عمله كحارس غابات 40 سنة أخرى. وبعد جيلين ها هو كيم يكسب عيشه بدوره في الغابات، لكنه يعتمد على معدات مختلفة. حول كيم وديل سيارتيهما إلى نسخة خاصة بالمخرجين من دبابة تشيرمان. هذا ما يلزم عند التجوال في هذه الأماكن الوعرة. يجب أن نخرج كل يوم إلى البرية لأننا في مالا، لا نعرف أبدا ما الذي سنجده. في هذا المكان يتطلب الإخراج والتصوير مركبة جبارة ومخرجا هادئا يتمتع ببرودة أعصاب. في الأشهر 14 الماضية أمضى كيم كل ليلة تقريبا في البرية يصور فيها حياة هذا الفهد، وهو ذكر يافع اسمه جولولو. عندما يصل كيم بالكاد يرف جفن للفهد. لكن لن ينتظر أي فهد في طريقه إلى الصيد صانعي أفلام ليخرجا من مخبئهما. سيستغرق الرجلان ساعات قبل أن يجدا جولولو من جديد. وعندما يعثران عليه سيكونان قد فوتا القسم الأهم من المشهد، عملية القتل. لن يخرج جولولو للصيد مجددا قبل عدة أيام. هيا. ستكون ليلة طويلة، لكن كيم وديل مستعدان للتحدي. منذ عدة أشهر كانت جولولو سيركض بعيدا عن أضواء سيارتهما، أما الآن فأصبح يتجاهلها. نحاول أن نصور أحداث الغاب ليلا. قاد ديل شاحنة أخرى وألقينا الضوء على جولولو من الخلف، وفي الشريط يبدو كأن ضوء القمر يسطع على الفهد. يستخدم ديل أضواءه ليبتكر مشاهد مذهلة، لكن تبقى بعض الأمور خارجة عن سيطرته. نحن نروي قصة على نحو أساسي، لكن تحدث الكثير من الأمور غير المتوقعة، ويحدث ذلك بحسب رغبة الحيوانات، فهي لا تتصرف تماما بحسب النص. وكذلك الأدغال بالنسبة إلى كيم.
أنا في الموقع المناسب وجاهز لتصوير المشاهد. بالنسبة إلى كيم، تعد القوى المفترسة التي تتحكم في هذه المساحات بأهمية الفهد نفسه بالنسبة إلى الفيلم. لقد رمى بنفسه مباشرة وسط النار ليصور المشهد الأفضل، لكن عندما تغير مجرى الرياح اصعد إلى السيارة، عادت النيران لتلسع. لنخرج من هنا. آخر ما يحتاج إليه الآن هو أن يخرق عجلة الشاحنة أو ينكسر محور العجلة. يجب أن نتوخى الحذر كي لا نسقط في حفرة. هذا صحيح، إذا سقطنا في حفرة نكون قد علقنا. تبدو الشمس رائعة، ولا سيما مع تلك الغيمة بقربها. أعرف. حظي كيم بفرصة ثانية لتصوير الحريق، لكن مجرى الرياح قد تغير من جديد. لنخرج من هنا. مع حلول الليل كانت النيران تكاد تنطفئ من تلقاء نفسها، وأصبح بإمكان كيم أن يركز من جديد على موضوع الفيلم الأساسي. ولم يطل الوقت حتى عثر على جولولو. قد يتمكن كيم الليلة من تصوير الفهد وهو يصطاد. تتجلى فرادة العلاقة بين المخرج والجلولو ليلا. وما يثير الدهشة هو أنه حتى عندما يصطاد يتقبل الفهد وجودهما ووجود شاحنتهما وأضوائهما. هذه نقطة إيجابية لصالح المخرجين، لكن لا شيء يضمن النجاح. يجب أن تكون مستعداً في أي لحظة لتضغط على زر التصوير، ويجب أن تجري الأمور بدقة تامة، لأنه لن تسنح لنا إلا فرصة واحدة لتصوير عملية الصيد. لا وقت لأي خطأ. لاحق كيم وديل عمليات صيد عديدة، لكنهما عادا بأيد خاوية. ففي البرية يبقى التوقيت العامل الأساسي بالنسبة إلى المخرجين والفهد. والليلة كان دور الجولولو ليعود بدون أن ينجز أي شيء. Thank you.
بعد ليلة طويلة مثيرة للإحباط، أصبح بإمكان المخرجين أن يعودا إلى المنزل ليرتاحا. لكن كيم يجب أن يفي بوعوده. إنها زرافة، انظري. كل طريق تقدم إلى الفتاتين دروسا جديدة عن البرية. ماذا سيفعل؟ لا أعرف، اسألي. ماذا ستفعل أيها الفيل؟ يستطيع كيم أن يفهم مزاج الفيل، ولعل الفيل هنا يشعر بالفضول وحسب. قد يسحقك إن بقيت تصدرين هذه الأصوات السخيفة. لا، سيسحقك فعلا. لا تعامل الفيل بطريقة سيئة. سأكون لطيفة معه. أجل، أريد أن تدرك الفتاتان أنه يمكنهما أن تتقربا من الحيوانات من دون أن تمثل هذه الأخيرة تهديدا لهما. تقتصر المسألة على فهم طريقة تصرف الحيوانات. أبي، إنه ضخم جدا. تتطلب الحياة في الأدغال احترام الحيوانات والمساحات والطقس. يحمل الصيف معه الأمطار الغزيرة الأولى منذ 10 أشهر، وطوال أسبوع من الأمطار الغزيرة واجه كيم وديل صعوبة في البقاء في أثر الفهد. يحمل هذا الأسبوع في جعبته فترات قصيرة جدا من التصوير وفترات طويلة جدا من الانتظار حتى يهدأ الطقس. تفيد نشرة الأحوال الجوية بأن المطر سيستمر في الهطول، وأن الظلام سيخيم طوال يوم غد ومساء الليلة أيضا. تهدد الأمطار المستمرة بوقف التصوير. فاضت ضفاف الأنهر في المنطقة نتيجة الأمطار، ويزداد الوضع خطورة مع كل ساعة. يكاد يفيض. وفي خلال يوم واحد ارتفع معدل نهر ساند إلى أعلى مستوى له منذ زمن، حتى إنه كان يرتفع في بعض الأحيان 60 سنتيمترا في الساعة الواحدة. بحلول فترة ما بعد الظهر بدأت المياه تهدد المنزل. ويجب أن تتخذ المجموعة قرارا بشأن إخلائه. هل سيهطل المزيد من الأمطار؟ إلى أين تذهب؟ لن أذهب إلى أي مكان، لكننا سننقل أغراضنا خارج المباني. ألم يعرض عليك أن يستضيفونا؟
اختاروا أن يبقوا. عليك أن تكون مستعدا لتحمل ما ستحمله لك الطبيعة، لكننا لم نشهد من قبل وضعا مماثلا لما يجري. لقد فازوا بالرهان، لكن لن يتمكن كيم من التجوال في طرقات الأدغال قبل شهرين. تبقى أمامه بضعة أسابيع من العمل فقط، وعليه أن يصور عدة مشاهد وأن يفي بوعد قطعه. هل أنت مستعدة؟ أجل. الليلة ستغامر ليندي مع كيم في قلب مساحة جولولو. انتبهي انتبهي انتبهي. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا أبي؟ لا يستطيع كيم أن يعرف كم سيستغرقه من الوقت حتى يجد جولولو، لكن الحظ حالفه هو وليندي هذه الليلة. فما إن بدأ جولتهما حتى وجدا فهدة أنثى في أرض الفهد اليافع. سبق لكيم أن صورها من قبل، فقرر أن يلحق بها، وقادته مباشرة إلى جولولو. ما مصدر هذا الصوت يا أبي؟ تستمتع ليندي ابنة الأربع سنوات بالجلوس في المقاعد الأمامية من تصوير مشهد حظي قلة من البشر برؤيته. فهدان يتغازلان. واستمر الغزل عبر خبايا الليل، وفجأة حدث أمر مميز. شاهدت فهودا تتزاوج عدة مرات، وهي عادة تفقد اهتمامها بالصيد، لكن ليس هذه المرة. تصطاد الفهود عادة بمفردها، لكن يبدو أن هذين الفهدين يعملان معا. وصادف هذه المرة وجود كيم وديل في المكان المناسب في الوقت المناسب، وحان الآن دور جولولو ورفيقته. حصل الفهدان على وليمتهما. صور كيم مشاهد عملية صيد مدهشة، وحصلت ليندي على قصة أسطورية تحكى لها وقت النوم. ألن يمضغا طعامهما أولا؟ سيقتلانه كي لا يهرب، ثم سيبدأان بأكله. إذن سيأكلانه. لا أعرف ما الذي يخبئه المستقبل لليندي وبيني،
لكنني مسرور لأنهما عاشتا هذه التجربة التي ستمثل جزءا من حياتهما. مثل تصوير جلولو أحد أصعب الامتحانات التي واجهها كيم في الأدغال. وبعد 18 شهرا أعد فيلما يختلف عن كل الأفلام التي أنتجها من قبل، فيلم صور فيه فهدا يافعا يشق طريقه عبر الأدغال. على بعد 1000 كيلومتر تقريباً في شمال زيمبابوي تعيش عائلة أخرى من صانعي أفلام تلاحق قطاً كبيراً خاصاً بها، الأسد. يحصلون أحياناً على أكثر مما راهنوا عليه. وفي سعي إلى إلقاء نظرة خاطفة على الحياة السرية والخاصة لمجموعة من الأسود، وجد فريق من رجل وزوجته نفسه على خط النار. إنها قصة عائلة استثنائية تعيش في أدغال أفريقيا على خط تنقل عائلة أسود استثنائية. لكن شارف فصل الشمس والضوء على الانتهاء، وتجد الأسود موضوع البحث طريقة لجعل حياة الثنائي مثيرة للاهتمام وخطرة. الأسود حيوانات جميلة وقوية، وتثير فينا خوفا قديما ممزوجا بالرهبة. والأسود هي أيضا أبطال عظيمة في عالم السينما. تعيش الأسود عادة وتصطاد في السهول الجميلة والواسعة، وتبدو كأنها لا تبالي إطلاقا بالمركبات وآلات التصوير التي تلاحقها. لكن صانعي الأفلام فيل ولين ريتشاردسون عزما على تصوير مجموعة استثنائية من الأسود في مختلف نواحي حياتها. هذا نبع ماء ناء في شمالي زيمبابوي، وهو مصدر المياه الوحيد على بعد عدة كيلومترات، لذا تنجذب الطرائد نحو هذا الممر الضيق والمنحدر الذي يمثل فخا طبيعيا. في البداية حاول الثنائي تصوير المجموعة من الشاحنة كما يفعل زملاؤهما في كل أنحاء أفريقيا، لكن سرعان ما تبين لهما أن جنة الأسود هذه هي جحيم للمركبات الرباعية الدفع، فكان عليهما أن يتنقلا سيرا على الأقدام. مررنا بلحظات نظرنا فيها إلى بعضنا البعض وفكرنا في أننا سنقوم بذلك، لأن المكان مثير جدا للاهتمام وكذلك مجموعة الأسود. قبل أن نبدأ كانت الأمور كلها تعاكسنا، فكنا نسير مع الأسود، الأمر الذي لم يقم به الكثيرون قبلنا. والسير مع الأسود يعني أنه على الشخص أن يجعل الأسود تتقبل وجوده، وهي تجربة تثير التوتر إلى أقصى الحدود. عندما تبدأ بالاستعداد للهجوم عليك يكون الوضع مخيفا جدا. ظروف العمل هنا صعبة جدا، لكنني أرى أنها تعزز التحدي. أظن أن صناعة الأفلام قد تكون سهلة، لكننا لم نجدها سهلة قط، فتصوير الأسود في هذا المكان تحديداً هو أمر صعب. بدأ الوقت ينفد من الثنائي ريتشاردسون. سرعان ما سيبدأ موسم المطر، مما يعني أن الطرائد لن تعود مضطرة إلى المجيء إلى النبع لتشرب، وستختفي الأسود في الأفق لتلاحق طرائدها. طوال 4 فصول كان هذا المخيم بالقرب من النهر منزل الثنائي ريتشاردسون، وتحرص الفتاة العضو الأحدث في فريق التصوير على منع والديها من أن يصبحا مهووسين بمشروعهما.
ولدت الطفلة ليبي ابنة 18 شهرا في منتصف فترة تصوير الفيلم، ويبدو أنها سعيدة جدا في الأدغال. ويعد مخيمهما الذي يضم 9 أفراد بمثابة قرية مصغرة ذاتية الاكتفاء. في المكان الذي خيمنا فيه بالقرب من النبع، أظن أن الحقيقة الأولى التي واجهناها هي ضرورة أن نكون اكتفاء ذاتيا، أن نؤمن مياهنا الخاصة والوقود الخاص بنا والكهرباء الخاصة بنا، وطبعا أن نعيش حياة مخيم عادية. ليبي هي ثمرة علاقة شراكة بدأت منذ 12 سنة. في عام 1990 التقى فيل ولين خلال تصوير فيلم محافظ. فيل هو عالم حيوانات استخدم كمستشار علمي، ولين هي خبيرة سينمائية في الحياة البرية تقوم بأعمال التصوير. وسرعان ما ساهم شغفهما المشترك بالحياة البرية في تغيير طبيعة علاقتهما، ولقد أدى عملهما المشترك الذي يجمع بين الفن والعلم إلى تقديم فيلم حظي بتقدير الكثيرين. نعمل معا على نحو جيد، لأنه بارع جدا في الناحية العلمية فيما أبرع أكثر في مجال السيناريو، وأظن أن هذا مزيج جيد. أنا بطبعي عملي وعلمي أكثر، أما هي فتعنى أكثر بأمور السيناريو وترى الأمور من منظار مختلف. وعلى الرغم من خبرتهما الطويلة في هذا المجال، يشعر الثنائي ريتشاردسون بالقلق. تلوح الغيوم في الأفق ولم ينتهيا من تصوير فيلمهما بعد، بل الأسوأ من ذلك أن الليل حمل معه زوارا غير مرغوب فيهم، طيور اللقلاق. إن كانت طيور اللقلق هنا فهذا يعني أنها تمطر في مكان قريب، وإن كانت تمطر في مكان قريب فهذا يعني أن المطر سيبلغنا قريبا، ولم يبقى أمامنا الكثير من الوقت. 4 سنوات من التصوير هي على المحك، إذ تبقى أمامهما أسابيع أو ربما أيام وحسب. كان عليهما أن يصورا مشهدا أساسيا لفيلمهما، مشهدا تقوم فيه الأسود بضربتها. سبق أن صور الثنائي مشاهد صيد، لكنهما لم يصورا مشهد القتل نفسه. شكرا، بالتوفيق. تعالي وودعي أمك. إلى اللقاء صغيرتي، أمك ستذهب إلى العمل. كل يوم ينطلق فيل ولين كل في طريقه مع مقتفي الآثار حاملين آلات تصوير ثقيلة في ظل درجات حرارة تفوق 37 درجة مئوية. عندما نلاحق الأسود نعمل أنا وفيل كل بمفرده، يعمل كل منا مع شخصين من خبراء تقفي الآثار، فيبحث أحدهما عن الفريسة فيما يلاحق الآخر الآثار ويفسرها. المبدأ الأساسي من استراتيجية العمل هو محاولة استباق المكان الذي ستختاره الأسود للاصطياد. هذا أثر أسد ذكر ضخم، أتى ليشرب الماء مساء البارحة قرابة 11:00. فايس هو متقفي الآثار الرئيسي الذي يعمل مع لين، وهو من سكان زيمبابوي الأصليين. لقد انطلق شرقا ويعرف المكان هنا خير معرفة. أعمل مع فايس وكريس وهما مصدر وحي كبير لي، لا أظنني كنت لأحقق نصف ما أنجزته بدونهما. ينشغل لين كليا في البحث عن الأسود. لكن اليوم عليها أن تهتم بمسألة أخرى، لأنها هي بنفسها موضوع التصوير. حضر فريق عمل من قناة ناشونال جيوغرافيك لتصوير حلقة عن الثنائي ريتشاردسون، وفريق العمل يتبع لين وهي تقتفي أثر الأسود. وسيحصل الزوار على أكثر مما توقعوا. الأسود معتادة لين وفريق عملها وتتجاهلهم عادة، لكن ليس اليوم. لم نكن نعرف ما الذي يجري خلفنا، لأن فريق تصوير ناشونال جيوغرافيك كان هادئا جدا، وعندما رأينا المشاهد المصورة أدركنا أنهم كانوا شديدي التوتر في موقع التصوير. وإذ استقرت الأسود في مكانها
أدلى فايس ولين بملاحظة واعدة. لم تصطد هذه الأسود فريسة بعد، وهي الآن تنصب كمينا. ستمر الجواميس عبر هذه المساحات المفتوحة هنا، وإذا ذهبت الجواميس لتشرب الماء فستلحق بها الأسود وستتربص بها بالقرب من النبع. وإن قامت الأسود بقتل الجواميس في منطقة النبع نكون قد حصلنا على الجائزة. ذهب كل من فيل ولين إلى مواقعهما لتصوير مختلف زوايا النبع، واتجه فايس وكريس إلى شجرة في أعلى الممر. من هذا الموقع يمكنهما أن يتصلا لاسلكيا بفيل ولين عندما تتحرك الطريدة والأسود. إنه أفضل موقع أكون فيه لرؤية عملية المطاردة إن اقتربت طريدة ما، لأن الحيوانات تكون قريبة جدا. فيل أجبني. نعم أنا أسمعك. هل رأيت أربعة أسود بالقرب من المنعطف؟ أجل إنها قريبة. لقد رأوا بعض الأسود تأخذ مواقعها للكمين. إنها تختبئ في تلك الأشجار. نصبت هذه الأسود كلها كمينا. الظروف مؤاتية جدا. وعندما بدأت اللبؤة اليافعة الهجوم، بدا كأن المشهد الأساسي المنتظر سيتجلى أمام أعينهما وأمام عدسة التصوير. موقع لين مناسب أكثر للتصوير وهي تبقي اللبؤة أمام عينيها. ها هي أنا أراها، لقد ذهبت إلى الممر. لكن هذا لم يحصل. إنها لحظة هروب، لقد ذهبت الأسود إلى أعلى الممر. مرة جديدة وقعت عملية الصيد والقتل بعيدا عن عدسات الكاميرا، وقد خاب ظن لين بشدة. قتلت الأسود غزالين من فصيلة إمبالا. حسناً. تصوير الحياة البرية هو أمر صعب جداً، إذ يجب تصوير المشاهد أثناء حدوثها وفي الوقت نفسه. يجب أن يروي الفيلم القصة. لا يمكننا أن نعيد تصوير المشهد. أجل، فشلنا مرة جديدة يا رفاق. ماذا سنفعل؟ سنحصل على مشهدنا يوماً ما. هذا يكفي، أحتاج إلى اقتراح أفضل من هذا يا كريس. أين نحن؟ أمر واحد يساعد لين على المحافظة على بصيرتها. مرحبا، تعالي إلى أمك. مرحبا حبيبتي. الآن وقد شبعت الأسود لن تصطاد مجددا اليوم، وبالتالي أصبح فيل ولين حرين لاستكشاف أصدقائهما القابعين فوق المخيم قردة الرباح. وقرر الثنائي تثبيت آلة تصوير مصغرة على شجرة، لكن القول أسهل من الفعل. أحتاج إلى آلة التصوير. أريد آلة التصوير الصغيرة. فيل، هل يمكنك أن تطفئها قليلا؟ ولكن لا يمكنني أن أرى من هنا. تبدو وسيما. وكما المشاهير وجدت القردة في الأضواء جاذبا، لكن لفترة قصيرة فحسب. ثم حان وقت استحمام المعجبة الأولى بالقردة ومحبة الطبيعة الأولى في المخيم. يبدو أن ليبي تحب الحيوانات جميعها، وهي تحب القردة. من أولى الكلمات التي تعلمتها عندما أتت إلى هنا كانت كلمة بوبو في إشارة إلى القردة. في وقت الاستحمام تراقبها القردة وهي تستحم، فتتبادل القردة وليبي النظرات ثم تحدثها وتقول لها مرحبا. تبدو القردة كأنها تفهم ما تقوله لها وتنظر إليها، وهذا رائع. أرى تبادل النظرات هذا رائعا بين الحيوانات المفترسة وطفلتي. لا
لكن ما زالت الأمطار الموشكة على الهطول تهدد كل ما عمل الثنائي ريتشاردسون لأجله. بدأت الأمور تتفاعل، لكن السماء تتلبد بالغيوم شيئا فشيئا، وأظن أن أمامنا أسبوعا واحدا أو اثنين لنحاول أن نصور أكبر كم من المشاهد قبل أن تداهمنا الأمطار وتهرب الطرائد من جديد. في الصباح التالي استيقظ فريق العمل على صوت هدير بعيد. لم تهطل الأمطار، بل كان ذلك أفضل بكثير. كان هذا صوت قطيع كبير من الجواميس يتجه نحو النبع. أسرع لين وفيل إلى مواقع المراقبة والتصوير. عادة عندما نسمع صوت قطيع من الجواميس نحاول أن نسبق القطيع ونتمركز في مواقع أو مخابئ دائمة، أو أن نختبئ ونستعد بسرعة في مخبأ مؤقت لنلاحق عملية الصيد. وإذ انتقل فيل ولين إلى مواقعهما كذلك فعلت الأسود. جوهر القصة الفعلي هو كيفية عمل هذه الحيوانات كمجموعة واحدة، بل تبدو كأنها تتبع استراتيجية معينة. هذا مذهل أن نرى الإناث منها تذهب إلى المواقع الرئيسية فيما تتوغل الحيوانات الأخرى نحو الأطراف. بأنفاس هادئة راقب صانعا الأفلام الأسود تبدأ العملية فيما كانت آلات التصوير تصور ما يجري. رائع رائع رائع. ثم حصل ما حصل. أتت اللحظة التي ستجعل فيلمهما يكتمل. أفضل شعور هو ذاك الذي يخالجك عندما تجري الأمور على خير ما يرام وتصور اللحظة المنتظرة. إنه أروع شعور على الإطلاق. أتت المشاهد قاسية وقوية وكشفت وحشية واقع الحياة في منطقة النبا. كان تصوير مشهد مقتل الجاموس أخيرا أمرا رائعا، وكانت مشاهدة العملية مثيرة جدا. عاش الثنائي 4 سنوات صعبة جدا من السير مع الأسود والعيش معها والتفكير مثلها. لكن أخيرا أنهى الثنائي ريتشاردسون ما أتى إلى هنا لإنجازه. ومع وصول موسم الأمطار انتهى التصوير، وترك نبع الأسود لقردة الرباح حتى السنة المقبلة.